لك يصير محفوظات أمنية ومحفوظات أمنية محفوظية بقول لك إياها بصراحة يعني. لكن بلال على فكرة عنده صلاحية لكن لهولي ولا لا؟ المحفوظات عم بحكي أنا بالأمن العام، والأمن العام في شيء مش كل عالم بتعرفه، بس محفوظات أمنية هذا مش موجود لا بالأمن الداخلي ولا بالجيش ولا بالمحاكم. مو موجود بالأمن العام. بالأمن العام بس. ليش أنت ما فيك ما عندك أكسس عليه؟ لا هيدا أصلاً يعني أنا بدي دق للمسؤول عنه، ما بدي يقول عم بدق وعم تسأل عن مدري مين أيوة. وعم يسأل هو عن وحدة عليها ملف دعارة. يا سلام. عرفت حلا؟ ما عارفه كيف هني ها؟ لاحظت ذكرت هيك مرة؟ إيه. ملف دعارة. بيقولوا هيدي عم كل مره. هلا انا اذا بين عندي يعني انا في فيش مثل بيقدر يفيش بلال محفوظ، بيقدر يفيش جيب النشره يعني مثلا عليه حكم عليه بلاغ عليه هيدا بيبين معي، بس اني فوت بملف المعلومات في اشياء خاصه وهيدا لا يعني كثير بدي لحدا لحظه يعني